بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. حقت محبة الله للمتحابين في الله، وللمتزاورين في الله، وللمتباذلين في الله، وللمتواصلين في الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أن الأصدقاء والأصحاب في الدنيا ينقلبون في الآخرة أعداء متنافرين متباغضين إلا المتقين. المتقون هم الذين اجتمعوا في الدنيا على طاعة الله تعالى، تحابوا في الله، تبقى محبتهم فيما بينهم في الآخرة، تبقى المودة والإلفة فيما بينهم في الآخرة. وأما الذين اجتمعوا في الدنيا على معصية الله ينقلبون في الآخرة أعداء متنافرين، أعداء متباغضين، لأن الدنيا هي التي جمعتهم. اجتمعوا في هذه الدنيا على مال أو جاه أو شهرة أو سلطان، اجتمعوا على دنيا يديرونها فيما بينهم، ما اجتمعوا على طاعة الله تعالى. هؤلاء تنقلب محبتهم في الآخرة عداوة، فيصيرون متباغضين ومتنافرين، كحال كثير من الناس اليوم إذا اجتمعوا مع بعضهم إنما يجتمعون لأجل الدنيا، لأجل المال،
يفكر كل منهم ماذا أستفيد من هذا الآخر، من هذا الصاحب في أمر الدنيا؟ أكسب منه مالاً، أكسب منه سيارة، أتزوج ابنته أو بنت جيرانه أو بنت أخته أو أخيه. يفكر كل منهم ماذا أستفيد من الآخر في الدنيا. له مأرب دنيوي، له غرض دنيوي، ما اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا إذا رأى الواحد من الآخر خيرا حسده، حسده ولا يؤيده، وإذا رآه على باطل، على منكر، على حرام، على ما لا يرضي الله، يزين له هذا المنكر، يداهنه، يزين له هذا الباطل، لا يخلصه منه، لأن له غرض، فلا يريد أن يكسر خاطره، لأنه يفكر إذا أنا كسرت خاطره كيف سيعطيني ماله، إذا أنا كسرت خاطره كيف سيعطيني ابنته، إذا أنا كسرت خاطره كيف سيعطيني سيارته، أو كيف سيعطيني مركزا عنده. يفكر بهذه الطريقة. هذا عمل المنافقين، ليس عمل المتحابين في الله. ثبتت محبة الله تعالى للمتحابين في الله، هم الذين اجتمعوا على طاعة الله. فالواحد إذا أحب أخاه في الله، إن رآه على خير يؤيده ويشجعه ولا يحسده، وإذا رآه على منكر يحاول أن يخلصه من هذا المنكر ولا يزين له هذا الباطل وهذا المنكر. هذا عمل المتحابين في الله. أما بعض الناس اليوم لأجل أن لهم شيخا يجمعهم، أو طريقة تجمعهم، أو جمعية تجمعهم، أو لأنهم من عائلة فلان، أو من قرية فلان، أو من بلد علان، تراهم يداهن بعضهم بعضا، كل يزين للآخر المنكر، يقول هذا من عائلتنا، هذا من بلدنا، يداهنونه ويزينون له المنكر. وإذا رأى الواحد من الآخر خيرا حسده ولا يشجعه ولا يؤيده. هذا عمل المنافقين، ليس عمل المتحابين. المتحابون في الله مخلصون لله، يذكر كل منهم الآخر بطاعة الله. فأنت إن أردت الرقية صاحب الأخيار، لأن الصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما يجرك إلى الرقي وإما يجرك إلى الحضيض. فإذا أردت الرقية فصاحب الأخيار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لأن الصحبة تؤثر، انظر، ابحث، فتش عمن تخالل، من تصاحب أنت، ولدك من يصاحب، انظر، ابحث، فتش، حتى تجد رفيقا صديقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، يخاف الله حتى تقتدي به. لا أن تصاحب إنسانا لا يعرف حلالا ولا حراما. فمن أراد أن تكون له الدرجات العلى في الآخرة فعليه بمصاحبة الأخيار وتقوى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المتحابون في الله سبحانه وتعالى تبقى مودتهم فيما بينهم في الآخرة، ويكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. جعلنا الله تعالى من المتحابين بجلاله، آمين. فهذا الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتناصحين في،
وفي لفظ للمتواصلين في. هؤلاء جمعتهم طاعة الله سبحانه وتعالى، يزور كل منهم الآخر لله. لماذا يزور الواحد منا أخاه؟ لله، ليس لأجل مال ولا لأجل الدنيا ولا لمجرد قرابة، لأنه مسلم لله نزوره. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، إن أرادوا زيارة إنسان يفكرون أنا إذا لم أزره سيعتب علي، فيقول فلان ما زارني، فإذا أنا سأزوره حتى لا يعتب علي، بيقولوا بالعامية رفع عتيبة. أو بفكر إذا أنا زرته هلا بركي هو كمان بيرجع بيزورني، فبدي زوره حتى يزورني. أما من يزور أخاه لله اليوم قليل ونادر. لذا الحديث القدسي حقت محبتي للمتزاورين في، اللي بيزور بعض لله سبحانه وتعالى ابتغاء رضا الله عز وجل، لا لأجل المال، لا لأجل الدنيا، لا لأجل شهرة، إنما لوجه الله تعالى. فالواحد منا ينبغي منه أن يفعل هذا، لا سيما الأصدقاء فيما بينهم. إذا غاب الواحد منهم ينبغي أن نتفقده، أين هو؟ لماذا غاب؟ لعله مريض، لعله منكوب، لعله محتاج، فنعوده إن كان مريضا ونسعفه إن كان منكوبا لله سبحانه وتعالى. حتى زيارة المريض المسلم فيها أجر. قليل من الناس اليوم من يزور المرضى لله تعالى، كثير منهم اليوم يزورون المرضى وفي نيتهم أنهم إذا مرضوا أن يزورهم هذا المريض، وفي نيتهم أن لا يعتب عليهم المريض حتى لا يقول المريض ليه فلان ما زارني، فبيقول الشخص الزائر أنا بدي زوره حتى ما يعتب علي. من أين يكون لهم الأجر؟ من أين يكون لهم الأجر؟ الأجر يكون لمن أخلص لله سبحانه وتعالى. حقت محبة الله للمتحابين في الله، وللمتزاورين في الله، وللمتبازلين في الله. ما معنى التبازل؟ أن يعطي كل منهما الآخر شيئا ولو كان يسيرا لله سبحانه وتعالى، يهديه شيئا لله ولو كان شيء يسير، لأن هذا التبازل يزيد الألفة فيما بينهم والمحبة والمودة، كما أن الزيارة تزيد الألفة والمحبة والمودة فيما بينهم. فلو أعطى الأخ أخاه شيئا يسيرا مثل السواك مثلا، وهذا سعره قليل وخفيف، ليدخل السرور على قلب أخيه المسلم، كم يكون له من أجر؟ هذا ينبغي أن نفعله كذلك، ولا ينبغي أن نفكر كما يفعل بعض الناس أنا إذا بدي أعطيه نيتي حتى يرجع بعدين هو يعطيني. لا ينبغي أن تكون هكذا نياتنا، إنما من أراد أن يهدي أخاه شيئا فلينوي مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر أنه إن أردت أن أهديه لابد أن أجمع له مالا كثيرا، والآن أنا ما عندي مال فإذا فلأنتظر بعد سنين حتى أفعل. لا، ولو كان شيء يسير، ولا تؤخر عمل الخير على حسب استطاعتك، كل منهم يهدي الآخر شيئا ولو كان يسيرا، فتزداد الإلفة والمحبة والمودة فيما بينهم. وهذا معنى حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرويه عن الله عز وجل حقت محبتي للمتبازلين في. هؤلاء وجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا أن نطبق هذا الحديث النبوي الشريف الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طوبى لمن عمل بهذا الحديث النبوي الشريف وكان قصده رضا الله سبحانه وتعالى. فمن العمل بهذا الحديث
أن ينصح الأخ أخاه. إن رأيت أخاك على شر، على منكر، إن رأيته يريد أن يسلك طريقا فيه عدو، فيه سباع، فيه أذى له، فيه ضرر له، أن تنصحه: يا أخي لا تسلك هذا الطريق، اسلك طريقا آخر. لا تقول خلي يروح بركي يموت مرتاح منه، ما دام أنت تعرف أن هذا الطريق فيه ضرر عليه انصحه: هذا الطريق يا أخي لا تسلكه، اذهب من طريق آخر. هذه نصيحة واجبة في دين الله وفيها خير. وكذلك إن رأيته يذهب إلى جماعة من الناس يعلمون الفساد والكفر والضلال، واجب عليك أن تقول له: يا فلان لا تذهب إلى هذه الجماعة أو إلى هذا الإنسان، هؤلاء يفتون بغير علم، وهذا يفتي بغير علم، هؤلاء يحرمون الحلال ويحلون الحرام، وذاك أيضا يحرف الدين، أنا أنصحك ولا أريد بهذا إلا رضا الله، لا تذهب إلى فلان ولا إلى جماعة فلان، لأنهم يكفرون المسلم لأنه يقول: يا محمد لا تذهب إليهم. هذه ماذا يقال لها؟ نصيحة واجبة، لا يقال لها تفرق بين صفوف المسلمين، بل الوحدة تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترضى أيها المسلم، هل ترضى أن ينتشر في مجتمعات المسلمين السرقة وشرب الخمر والزنا واللواط والغيبة والنميمة والبهتان؟ هل ترضى؟ لا ترضى. فمن باب أولى لا نرضى أن ينتشر الكفر بين مجتمعات المسلمين، فنحذر من دعاة الكفر ونقول للناس: لا تصغوا إليهم، إنهم يحرفون دين الله، احموا دين الله من هؤلاء، واحموا مجتمع المسلمين من شرور هؤلاء. هذه نصيحة واجبة، وكل منا لا بد أن ينصح أخاه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ولا ينبغي أن نؤخر مثل هذه الأعمال فنقول: فيما بعد نعلمه الخير، فيما بعد نرشده، فيما بعد ننصحه، بعد 10 سنين نعلمه. لا، مطلوب منك فورا أن تبادر إلى نصيحته ونشر الخير بين الناس. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا جميعا فتعلمنا قدرا من علم الدين، هذا القدر الذي تعلمناه علينا أن نعمل به، وعلينا أن ننشره بين الناس، لأن زكاة العلم أن يعلم، زكاة العلم إخراجه للناس، وهذا من النصيحة، وهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى. وليس شرطا لتنشر العلم بين الناس أن تكون حافظا لكتاب الله ول100,000 حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا، الشرط أن تتعلم العلم من أهل السنة والجماعة وتضبط ما تعلمت. فإذا أردت أن تنشر لا تزيد، لا تحرف، لا تغير، إنما مع الضبط الذي ضبطته تنشره بين الناس. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما قال: لا تبلغوا عني العلم حتى تصيروا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: بلغوا عني ولو آية. كم آية تعلمت، وكم حديث سمعت، وكم حكم شرعي تلقيت؟ ما دمت تعلمت عند أناس ثقات، فما عليك إلا أن تبلغ غيرك، جيرانك، أهلك، أقرباءك، أولادك، من يقبل منك النصيحة. هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. أما كثير من الناس لا يتعلمون العلم، وإذا تعلموا لا يعملون ولا ينشرونه بين الناس، ماذا يقول لهم شياطين الجن؟ يقولون لهم شياطين الجن: أنتم تعلمتم، لا تعلموا غيركم، ابقى لنفسك هذا العلم،
لما تصير أنت مثل الشافعي ومالك بعد ذلك تعلم، هذا فيه قطع للخير عنك وقطع للغير للخير عن الغير. فينبغي منك أن تعلم قدر ما تعلمت ولو كان القدر الذي تعلمته قليلا. الناس اليوم تحتاج إلى فهم الضروريات من علوم الدين. الناس اليوم تحتاج إلى هذه الأمور: تصحيح العقيدة، معرفة الضروريات من الطهارة والصلاة، معرفة ما حرم الله على البصر وعلى الأذن وعلى اللسان وعلى القلب واليدين والرجلين والبطن وسائر الجوارح. الناس تحتاج إلى مثل هذه المفاهيم الضرورية المهمة. الناس لا تنتظر الآن كما كانوا في السابق ينتظرون من مثل الشافعي ومثل مالك. الناس اليوم الضروريات يحتاجون إليهم، فلا تبخل على نفسك ولا على غيرك بنشر هذه العلوم الدينية، واعمل بما قاله بعض العلماء: زكاة العلم إخراجه للناس. لو كان ما عندك مال لحتى تطلع زكاة على مالك، لكن إن كان عندك علم دين ومتعلم العلم من الثقات وضابط هذا العلم، عليك أن تخرجه للناس. زكاة هذا العلم أن تخرجه وتعلمه للناس ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تفوت هذا الخير ولا أن تسوفه. سوف أفعل هذا بعد سنة، بعد سنتين. ينبغي أن تعجل، لأن الموت يأتي بغتة، والموت من كل منا قريب، ولا يدري الواحد منا متى يموت، ولا في أي أرض يموت، ولا على أي حال يموت. هذا المستقبل علمه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي منا أن نعجل بالخيرات، وهذه الدنيا كلها للفناء، كل من عليها فان. هذه الدنيا كلها للفناء. الله ما خلق الدنيا للبقاء، خلق الدنيا للزوال للفناء، كما أنه خلقنا نحن لنموت. فعلينا أن نعمل لما بعد الموت، ونتزود من هذه الدنيا بما ينفعنا لأخرانا. ما الذي ينفعنا لأخرانا؟ تقوى الله، العمل الصالح. فمن صفت سريرته وحسنت علانيته فهو على خير، ومن كان حاله عكس ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك ينبغي من كل عاقل، من كل إنسان فطن، أن يعجل بتقوى الله، بأداء الطاعات، بنشر الخيرات، بما ينفعه لآخرته. هذا ما أوصانا به شرعنا الحنيف. ثم هذه الدنيا هي للفناء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها علامات، ونحن في زماننا هذا نرى الكثير من العلامات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذا إلا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل، ودليل على أن هذه الدنيا قربت نهايتها. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، بادروا إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتي إليكم الملك عزرائيل عليه السلام. علامات كثيرة وأشراط عديدة ظهرت، وكلها من علامات الساعة الصغرى، وما بقي إلا القليل، ثم بعد ذلك تبدأ العلامات الكبرى: خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام من السماء، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض، ثم الدخان الذي يعم الأرض، ثم يرفع المصحف من الأرض، ثم تأتي ريح طيبة تدخل في إبط كل مسلم فتقبض أرواحهم. بعد ذلك أيضا
تحصل أمور عظمى كهدم الكعبة وخراب المدينة، ويحصل أيضا خروج النار من أرض اليمن، وهي آخر علامات الساعة الكبرى، بعدها تقوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. الخصف معناه هنا الأرض تبلع من عليها، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر هذه العلامات نار تخرج من اليمن، من أرض اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم، تسوقهم إلى أرض الشام. أرض الشام هي أرض المحشر، هذه النار تخرج من هناك وتمشي بطيئة والناس تهرب منها. في ذاك الوقت عندما تخرج النار وتسوق الناس، لا يكون على الأرض إلا شرار الناس، لأنه قبل ذلك بزمان ظهرت ريح طيبة فقبضت أرواح المسلمين. بعد أن تقبض هذه الريح أرواح المسلمين، لا يبقى على وجه الأرض مسلم، لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. فالنار لما تخرج تسوق شرار الناس. في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. من قعرة عدن، عدن بلد معروف باليمن، معناه من أقصى قعر أرض عدن، من هناك تخرج النار وترحل الناس، معناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامها، هم قدامها يرحلون وهي تسوقهم من خلف. وفي زيادة لبعض الرواة: ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. معناه هذه النار تلازمهم أينما ذهبوا. وفي لفظ أو وفي رواية رواها الترمذي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت. أين حضرموت؟ في اليمن. قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. والشام هي أرض لبنان وفلسطين وسوريا والأردن،
فالنار لما تخرج من هناك من حضرموت من اليمن تسوق الناس إلى أرض الشام. وروى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة بعد هجرة، وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم. ما هو مهاجر إبراهيم؟ ما هي الأرض التي هاجر إليها إبراهيم؟ الشام. ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. معناه هذه من علامات الساعة الكبرى، هذه النار لما تخرج تلازم الناس وتسوقهم وتحشرهم، ولكن لا يكون في ذاك الوقت إلا شرار الناس. في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ثم ذكر قصة إسلام عبد الله بن سلام. هذه القصة عن أنس رواها البخاري والإمام أحمد، أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لما قدم الرسول إلى المدينة، عبد الله بن سلام وكان أعلم علماء اليهود في المدينة، لما عرف بقدوم الرسول إلى المدينة ذهب إليه، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ جاء هذا عبد الله بن سلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أسئلة، ولا يجيب على هذه الأسئلة إلا نبي. ما هي أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة في الجنة؟ وكيف ينزع الولد إلى والده أو إلى أمه؟ كيف بيطلع بيشبه الولد أمه أو بيشبه أبوه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني به جبريل آنفا. من قليل جبريل علمني هذه الإجابات، لأن الرسول يوحى إليه. قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، بيكرهوه لجبريل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. كبد الحوت، كبد السمك، في قطعة ملتصقة به على الكبد، ألذ ما فيه. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، بيطلع بيشبه أمه. قال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، ادعوا اليهود فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه، صار يذموه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله، لأنه يعرفهم أنه عم يكذبوا. ففي هذا الحديث بيان أنه من أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ولكن هنا ملاحظات دقيقة. لفظ الحديث: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. أما عن العلامات الكبرى: نار تخرج من أرض اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر. معناه هذه النار الثانية التي قال عنها الرسول: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، من العلامات الصغرى، من العلامات الصغرى، وهي تخرج من أرض الحجاز، وهي تخرج من أرض الحجاز. لأنه كذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بلدة أثرية في سوريا بحوران. معناه من علامات الساعة أن تخرج نار من أرض الحجاز، ومن شدة وهجها يصل ضوءها إلى بصرى، فالإبل يضاء طريقها من هذه النار. هذه من العلامات، من علامات الساعة الصغرى. بعض العلماء قالوا هذا حصر، مثلا القرطبي في كتابه التذكرة يقول: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600. خرجت نار من أرض الحجاز في ذاك الزمن، ووهجها كان عظيما، حتى قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. فعلى قول هؤلاء أن هذا الأمر حصل، وهي من علامات الساعة الصغرى. وفي لفظ للحديث أخرجه ابن عدي: لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرة. وفي لفظ رواه الطبراني: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان. المراد رومة، بئر معروف بالمدينة، أو ركوبة، هذه ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام، تضيء منها أعناق الإبل ببصرى. وفي رواية رواها الإمام أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تخرج نار من حبس سيل
تسير سير بطيئة الإبل، تسير النهار وتقيم الليل، تغدو وتروح يقال غدت النار أيها الناس فاغدوا، قالت النار أيها الناس فأقيلوا، راحت النار أيها الناس فروحوا، من أدركته أكلته. قال الحافظ الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وروى الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، ويكون لها ما سقط منهم وتخلف، اللي بيسقط بتاكله، تسوقهم سوق الجمل الكثير، يعني بتمشي بطيئة هذه النار. فإذا من العلامات، علامات الساعة الكبرى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر العلامات، خروج نار تخرج من أرض اليمن وتسوق الناس إلى أرض المحشر، تمشي بطيئة والناس يهربون منها إلى أن تقوم القيامة، أن ينفخ إسرافيل بالبوق. ولما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالبوق تقوم القيامة، وكل من كان حيا من الناس من الجن من الملائكة يموتون. سبحان الله. وآخر الملائكة موتا هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، الله تعالى هو الذي يقبض روح عزرائيل. ليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من أن عزرائيل هو يتولى قبض روحه بيده بنفسه، ثم يقول: لو كنت أعرف أن خروج الروح هكذا صعب ما قبضت روح أحد. هذا كذب غير صحيح، يخالف الدين. نعم، بعض العلماء استثنوا حملة العرش، قالوا هؤلاء لا يموتون. بعض العلماء من السلف استثنوا، قالوا حملة العرش لا يموتون، والولدان المخلدون وحور العين والملائكة خزنة الجنة وخزنة النار، قالوا هؤلاء مستثنون من الموت. وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور يحصل هذا الأمر، لأن الرسول يقول: ويحشر بقيتهم النار، إن هؤلاء الناس تحشر بقيتهم، هم الأشرار يعني، النار تحشر بقيتهم تسوقهم، وهذا لا يكون إلا في آخر الدنيا قبل قيام القيامة. لو كان المقصود به في مواقف الآخرة، في مواقف القيامة بعد البعث، ما كان قال ويحشر بقيتهم النار، كان قال ويحشرون إلى النار، ويحشرون إلى النار. لذلك فهم أهل العلم أن المقصود بهذا الحديث من لفظ النار ليست نار الآخرة، هذه النار التي تخرج قبيل القيامة عند القرب من النفخ في الصور، أسأل الله تعالى السلامة. فهذه تلازمهم
النار تقيل معهم وتبيت وتصبح وتمسي. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه يصلحه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. تقوم القيامة على هؤلاء الذين هم أشرار الناس، منشغلون بأمر الدنيا، ليس فيهم من يقول يا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله أنه فيما بعد من الزمان تقوم القيامة على هؤلاء الأشرار، بينما هم منشغلون بأمر الدنيا يفاجئهم الملك إسرافيل بالنفخ فينفخ بالصور، وصوت النفخة أشد بكثير مما نسمع في هذه الأيام من أصوات الطائرات والقذائف. من هول ذاك الصوت تزهق أرواح الكفار، تخرج من أبدانهم، صوت شديد. حتى الذين كانوا قد ماتوا يغشى عليهم في قبورهم، يغمى عليهم وهم تحت التراب، صوت شديد، صوت تلك النفخة. فمما أخبر به الرسول أنه تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. جاء المشتري إلى البائع يريد أن يشتري ثوبا، فنشرا هذا الثوب، المشتري ينظر إليه فلا يستطيع أن يبيعه فلا يأخذه المشتري، ولا البائع يطويه ويرجعه، لا هذا يأخذه ولا ذاك يأخذه. تقوم عليهم القيامة، معناه تباغتهم. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، أخذ الرجل من لبن اللقحة، من ذات الدر، من الإبل، أخذ اللبن حتى يأكله، ما بيوصل لحتى يأكله، تفاجئهم النفخة فينفخ إسرافيل، تقوم عليهم القيامة. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، بينما الرجل يطين ويصلح حوضه فلا يستطيع أن يكمل ذلك، تقوم عليهم القيامة تباغتهم. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، كذلك تقوم على هؤلاء القيامة غفلة، بينما هو أخذ هذه اللقمة ليضعها في فمه، أدخلها إلى فمه، ما استطاع أن يبلعها ولا أن يبزقها، تقوم عليهم القيامة، تقوم عليهم القيامة. في بعض الأحاديث: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء فما تزال ترتفع حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، أتى أمر الله. فتقوم القيامة فينفخ إسرافيل عليه السلام بالبوق بالصور، فتزهق أرواح الناس، فيموت من كان حيا من البشر والجن ومن الملائكة ممن شاء الله لهم الموت. ثم بعد ذلك بأربعين عاما الله تعالى يحيي إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فيقوم الناس من القبور للبعث، يخرج الناس للبعث، فتسوقهم الملائكة إلى ظلمة عند الصراط، ثم تدك هذه الأرض وتبدل، ثم يعادون عليها، فيحشر الأتقياء والشهداء والصالحون على نوق رحائلها من ذهب
تاسون، راكبون، قاعمون، ما عليهم خوف. بينما يحشر العصاة من المسلمين حفاة عراة غرلا غير مختونين. وفي ذاك اليوم الواحد أشغل بنفسه عن أن ينظر إلى عورة غيره. وأما الكفار فيحشرون حفاة عراة على وجوههم تجرهم الملائكة، كما أن الله تعالى أقدرهم ومكنهم في الدنيا أن يمشوا على أقدامهم، يمكنهم في الآخرة من المشي على وجوههم تجرهم الملائكة وتسحبهم. وهكذا من موقف إلى موقف، كل موقف 1000 عام، كل موقف 1000 عام، وأهوال يوم القيامة شديدة، من أول خروج الناس من قبور إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 50,000 سنة. نعم، الكافر يمر بكل هذه اللحظات، وصعب عليه، وما عليه بعد ذلك أمان، لا يلقى فرح، نكد يتبعه نكد، عذاب يتبعه عذاب. أما الصالحون تمر عليهم هذه الفترة الطويلة كأداء فريضة، لأنهم كانوا في الدنيا من المتقين، آثروا الآخرة على الدنيا. من أهوال يوم القيامة التي تحصل: السماوات تتشقق، والكواكب تتناثر، والنجوم تتساقط، حتى هذه الشمس تدنو من رؤوس الناس، ثم بعد ذلك يطفأ نورها وترمى في جهنم. ولما تدنو من رؤوس الناس يكون بينها وبين الناس قدر ميل واحد، والميل مسافة نصف ساعة مشي. فالكافر يغرق بعرقه، عرقه يغمره، كل عرقه حوله، بعض الناس عرقهم إلى الكعبين، بعضهم إلى الركبتين، بعضهم إلى السرة، كل على حسب عمله. أما الصالحون، أما الأتقياء، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، في ذاك اليوم لا يوجد أظل نستظل بها إلا ظل العرش، لا سيارة ولا بيت ولا شجرة ولا شيء إلا ظل العرش. من جعله الله في ظل العرش يكون آمنا، وإلا أولئك الذين تحت أذى حر الشمس يلاقون الأمور الصعبة. ومن شدة ما يتضايق الكفار يقول الواحد منهم: يا ربي أرحني ولو إلى النار، من شدة ما يجد من العذاب، وكأنه ينظر ويفكر بأن هذا أخف مما سيلاقيه فيما بعد، ولكن عذاب النار أشد، عذاب النار أشد. في تلك اللحظات المسلمون العصاة يتوجهون إلى آدم عليه السلام، الكفار يملكهم الخزي والعار، إلى أين يذهبون؟ هم كفروا برسل الله، يذهبون إليهم؟ المسلمون العصاة يذهبون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر لهم آدم، يقول: اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم، إلى نوح. يذهبون إلى نوح، يقول: ايتوا إبراهيم. يأتون إبراهيم، يقول لهم: ايتوا موسى. وموسى يقول لهم: ايتوا عيسى. وعيسى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سلام الله يقول: ايتوا محمدا. فيأتون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. وهذه الشفاعة العظمى، فيقضى بين الناس إلى موقف آخر، لا يشفع للكفار، هذه ليس شفاعة للكفار، إنما للفصل إلى موقف آخر. ثم كذلك من الأهوال العظام التي تحصل أن الجبال تنسف، الجبال تنسف، تصير مثل الغبار، تدك.
هذه كلها من أهوال يوم القيامة. لذلك نحن نقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، الله مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء. لما قال مالك يوم الدين؟ لنفهم عظم أهوال تلك الأيام، لأن أهوال يوم القيامة شديدة وعظيمة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا في تلك الأيام، وأن يجعلنا من الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فيبقى هكذا الأمر من موقف إلى موقف، موقف حساب وسؤال والميزان ثم الصراط، وهذا الصراط جسر عريض يضرب يوم القيامة أحد طرفيه على الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة فوق، تحته النار. الكفار يقعون في النار ولا يخرجون منها. بعض العصاة من المسلمين الذين قدر الله عليهم العذاب يقعون في النار، يعذبون فيها إلى فترة، لكن يخرجون منها، لأنه لا يخلد في النار مسلم، لا يخلد في النار مسلم. من يخلد في النار؟ الكفار. أما الصالحون والأتقياء والشهداء يطيرون فوق الصراط، بعضهم كالبرق، بعضهم بسرعة الخيل، تجري بهم أعمالهم كما في الحديث، تجري بهم أعمالهم على حسب عمل كل إنسان بيكون سرعته إلى الجنة. بعد الصراط على قول بعض العلماء الحوض هناك، وكل نبي من الأنبياء له حوض، وأكبر الأحواض هو حوض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مكان كبير واسع فيه من ماء الجنة. فالمسلمون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون من هذا الحوض شربة لا يظمؤون بعدها. كل واحد من أمة محمد مسلم مات على الإسلام يشرب من هذا الحوض، لكن ما كل إنسان من أمة محمد بيشرب بإيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الأتقياء الرسول يسقيهم بيده إكراما لهم، ثم يدخلون الجنة. وفي الجنة درجات، وفي الجنة درجات، والحياة فيها هنيئة سعيدة، نعيم لا يتخلله نكد ولا تعب، وليس فيها ملل ولا نوم، حتى النوم ما فيها، لأن النوم متى يأتي؟ بعد التعب، إما فكري وإما جسماني، هناك ما في تعب، نعيم حقيقي. نعم يوجد أكل وشرب تلذذا، ليس عطشا ولا جوعا، وهذا الطعام لا يخرج منهم قذرا، لا يوجد هناك لا بول ولا غائط ولا ماء، هو مستقذر، إنما يخرج من أجسادهم شيء مثل الرشح كالمسك، وهناك زواج حقيقي، لكن لا يشتهون الولد. ليش ما بيشتهوا الولد؟ لأنه ما في تعب في الجنة. هون في الدنيا الإنسان يشتهي الولد، ليش؟ بيقول أنا إذا كبرت صرت كبير وختيار بدي يكون معي ابني يقف حدي يساعدني. هناك ما في خطيرة، كلياتهم أبناء 33 شباب، هناك شباب لا هرم، حياة لا موت، نعيم لا بؤس، صحة لا مرض. كل أهل الجنة هكذا حالهم، وكلهم على قلب رجل واحد، ما فيهم تباغض ولا تحاسد، ما في فيما بينهم عداوة ولا تنافر، كل يحب الآخر، وكل ينال درجته من النعيم، ما حدا بيغار وبيحسد التاني، مسرورين. في زيارات فيما بينهم، بزوروا لله، بزوروا بعضهم، لكن ما في تباغض ولا تحاسد، وزيارتهم فيما بينهم ما فيها كلفة ولا تعب، بكل ما هو نعيم، كما ورد في الآثار تتم الزيارة على أنواع، منها إن أراد أن يزور
صاحبه المسلم يزوره وهو قاعد على السرير، السرير يطير به ويذهب إلى أخيه يزوره ثم يرجع، أو يركب على خيل لها أجنحة تطير به في الجنة توصله إلى حيث يريد ثم يرجع. النعيم هناك حقيقي. ثم إذا اشتهى الواحد طائرا يريد أن يأكله، فاشتهاه أن يأكله مشويا مثلا، حب أن يأكل طير مشوي، رأى طائرا يطير فوقه أحب أن يأكله مشويا بالنار تلذذا، لأنه هكذا تمنى في نفسه هذا الطير بمشيئة الله تعالى ينزل إليه بين يديه، بين يدي هذا المسلم في الجنة مشويا بالنار، من غير ما يقوم المسلم يتكلف بالنار ويشوي، ينزل عنده مشوي بيأكل تلذذا، ثم لما ينتهي الله يعيد خلقه لهذا الطير فيطير ويتابع طريقه. وثمار الجنة كذلك ليست مقطوعة ولا ممنوعة، وثمارها طعمها يختلف عن طعم الدنيا بمرات، وحجمها حجم الثمرة في الجنة يختلف عن حجم الثمرة هنا في الدنيا. هذا التمر كم حجمها هنا؟ حجمه صغير. في الجنة تكون التمرة كالجرة، لأن المسلم لما يدخل الجنة يكون بطول آدم، طول آدم 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، كان جميل آدم، وأقل واحد فيهم بجمال يوسف الصديق. وجو يوسف عليه السلام كم كان جميلا، كان إذا مشى بالليل في الطرقات تتلألأ، يخرج من وجهه نور فالجدران تتلألأ بنوره. وفي الجنة كذلك زواج حقيقي، ولا يوجد أعزب ولا عزباء، حتى اللي مات ابن يومه الله يزوجه في الآخرة. في الجنة لا يوجد أعزب ولا عزباء. قد الواحد يسأل هذه امرأة فلان تبقى معه وله في الآخرة؟ إذا ماتا على الإسلام، إذا ماتا على الإسلام هي له وهو لها في الجنة، ولكن إذا كان هو يرى منها أشياء في الدنيا لا تعجبه لا يرى هذا الشيء منها في الآخرة، وإذا هي كانت ترى منه أشياء لا يعجبها لا ترى هذا منه، لا ترى فيه إلا الشيء الحسن، وهو لا يرى فيها إلا الشيء الحسن. ما في تباغض؟ نعم، الرجل له أكثر من امرأة، ولكن ما في بقى غير بيناتهم للنساء وشد شعر ومشاكل، كل أهل الجنة على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، نعيم دائم لا يزول ولا ينقطع. لهم فيها من الأنهار 4 يشترك فيها كل أهل الجنة: نهر من ماء لا يتعفن من طول المكس، نهر من حليب لا يحمض ولا يفسد، نهر من عسل مصفى، نهر من خمر لذة للشاربين، ليس بنجس، لا يسكر ولا يخبل العقل، طاهر حلال شربه. وهذه الأنهار ليست في وهاد عميقة، إنما تجري على وجه أرض الجنة. ليش؟ من أراد أن يشرب منها لا يتعب إذا أراد أن يتناول منها الماء، فهي ليست في وهاد، إنما تجري على وجه الأرض. وأما معنى تجري من تحتها الأنهار، قال بعض المفسرين من تحت أشجارها، ولكنها على وجه الأرض تجري، فيتناول منها المسلم من غير كلفة ولا تعب ولا مشقة. هذا شيء قليل عن النعيم الذي أعده الله تعالى للمسلم في الجنة. وأما الكافر عدو الله فله جهنم وبئس المصير، مهما كان في الدنيا صاحب مال أو صاحب جاه، حتى ولو كان يقول أنا ما كنت أؤذي جيراني، أنا كنت أتصدق على الفقراء، ولو كان هذا الحال، لأنه ما آمن بالله ورسله، له جهنم وبئس المصير، وما ربك بظلام للعبيد، يدخلها ولا يخرج منها أبدا.
تتوالى عليه النكبات والعذاب ويتجدد له العذاب، لا يأتي عليه وقت بيتعود فيه على جو النار أو بيرتاح، عذاب فوق عذاب متجدد إلى ما لا نهاية. يا لطيف، وعذاب الله أليم والنار شديدة، ليست نار حمراء، نار جهنم سوداء، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها إلى أبد الآباد، وهي واسعة. وعذاب الكفار فيها دركات، بعضهم أشد من بعض، بعضهم أشد من بعض، ولكن عذاب حقيقي بالجسد والروح، كما أن النعيم في الجنة حقيقي بالجسد والروح، العذاب في النار حقيقي بالجسد والروح. مكان الجنة فوق السماء السابعة، مكان النار تحت الأرض السابعة منفصلة، يتعذب فيها الكافر ولا يخرج منها، جلد الكافر وجسمه يغلظ في جهنم، يكبر ليس على الحجم الذي هو عليه الآن، إنما يكبر ويعظم ليزداد في الألم والعذاب. أنت إذا بتحط إصبعك على شمعة تتألم، إذا بتحط 5 أصابع من أصابعك على الشمعة تتألم أكثر، فهو يزداد في العذاب لأن جسمه غليظ، جلده كبير، إذا سماكة جلده 40 ذراع ومسيرة مقعدته مثل بيروت والأردن، مسيرة 3 أيام بلياليها، درسه مثل جبل أحد. سيدنا المصطفى رسول الله هو أخبر بذلك، والرسول صادق عليه سلام الله، وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. نحن ضرسنا قدام جسمنا قديش صغير، هو ضرسه اللي قد جبل أحد قدام جسمه صغير، معناته قديش جسمه كبير. كل يوم يبدل جلده مرات 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 ليزداد في العذاب، ما بيطلع من النار. تأتي الملائكة، يوجد ملائكة في النار لعذاب الكفار، هني ما بيتعذبوا الملائكة، هني بيعذبوا الكفار بالنار، فيعذبونهم في جهنم، نعوذ بالله العظيم، نسأل الله أن يجيرنا. فتأتي الملائكة إليهم تأمرهم أن يشربوا من ماء وصل إلى النهاية في الغليان، فلما يقترب الكافر ليشرب تسقط فروة وجهه من شدة الحرارة، تجبره الملائكة على أن يشرب، فيشرب تتقطع أمعاؤه فتخرج من دبره، وهكذا عذاب متجدد إلى ما لا نهاية، لا يجد راحة، لا يجد لحظة فيها راحة، إلى أبد الآباد، عذاب حقيقي. ويوجد لهم طعام من الزقوم، هذه الزقوم كما في القرآن طعام الأثيم، ورد في بعض الآثار لو أن قطرة من الزقوم قطرت على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بالذي يكون طعامه؟ وما هو إلا شيء يسير نتكلم عنه، عما سيحصل شيء قليل عما سيحصل في النار. هناك أشياء أخرى، لأن العذاب في النار ألوان وأشكال، نعوذ بالله العظيم. من جملة هذه الأشكال والألوان، يربط هذا الكافر رأسه بقدميه ويدحرج، من تحته نار، من فوقه نار، عن يمينه نار، عن يساره نار، من أمامه نار، من خلفه نار، كل نار يتألم فيها ويتعذب. هذا ليس بشيء سهل، نعوذ بالله العظيم. الحديث عن هذا كذلك يطول، ولكن ما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله لأولي الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم يا أرحم الراحمين، ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا كريم، وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدوك عدو هذا الدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم واعط كل منا مراده فيما يرضيك، اللهم واعط كل منا مراده فيما يرضيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأكرمنا رباه برؤية سيدنا محمد وبزيارة سيدنا محمد، وأن نكون يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نقي قلوبنا من الكبر والحسد والحقد والغل والرياء والعجب، اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من المتقين الخاشعين البكائين من خشيتك. اللهم اجعلنا من الذين يدافعون عن دينك بأموالهم وأنفسهم، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تقبل منا يا ربنا بسر الفاتحة.